خلينا ناخد عشان مزيد من التفاصيل كابتن والاستاذ شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث. يا مسيو بونجور جدا والف مبروك، وبجد حاجه والله العظيم لما بنسمعها بنفرح، لان مش ده الانجاز الوحيد، ده احنا لسه عندنا انجازات في رياضات مختلفه، لكن في الخماسي الحديث برضو كان لنا العديد من الحوارات يعني السابقه. لا في شوط كبير وفي باع كبير وفي انجازات بتحقق يمكن في كل بطوله عن اللي قبلها. نشكركم طبعا على تسليط الضوء على الخماسي وابطالنا. مبروك مصر كلها طبعا، انجاز ورا انجاز في العاب كتير الحقيقه، مش بس في الحديث. حاجه مشرفه، حاجه رائعه، سواء على مستوى الافريقيه او على مستوى البحر الابيض او مستوى العالم. مصر هي يعني دايما كده مشرفانا، وابطالهم ابطالنا مشرفينا في كل حته. الخماسي الحديث احنا بنلعب زي ما حضرتك قلت بطوله العالم للشباب تحت ال 19 و 17 سنه، الاثنين بتلعبوا بالتوازي في نفس الوقت في ايطاليا من 3 ل 11 9. كان عندنا اول يوم الحقيقه تتابع الرجال، ومصر كانت المصنف الاول الحقيقه، انما فريقنا المكون من معتز وائل ومحمد شريف يعني ادوا اداء مش قد كده في السلاح، لعبه واحده الحقيقه حاولوا يعوضوا بعد كده، خلصوا في المركز الرابع فرق نقطه واحده على المركز الثالث. والحقيقه احنا كنا زعلانين جدا ان ازاي احنا المصنف الاول نطلع الرابع، بس دي رياضه. ثاني يوم الحمد لله زينة عامر وملك خالد احرزوا لنا بالذهبيه وباداء ولا اروع، تصدروا البطوله من اول السلاح في المركز الاول الى السباحه ثم الرمايه ثم الجري، لا حتى مخلصين في الفينش مش بازلين 100% من الجهد لانهم كانوا ضمنوا الميداليه الذهبيه. دي حاجه رائعه. النهارده برضو بيمثلنا في الزوج المختلط سيف البنداري وحبيبه رمضان، نتمنى لهم التوفيق والوصول لمنصات التتويج. منصات التتويج بقت في الخماسي الحديث شيء طبيعي، يعني اللي ما بيوصلش ميداليا بيبقى زعلان، موجود اكثر من 50-60 دوله، انما ده بقى الطبيعي بتاعنا. احنا في الخماسي الحديث بقينا من اقوى 3-4 دول في العالم، ده شيء معروف. احنا رقم واحد في التنظيم في البطولات العالميه في الفتره الاخيره، بالذات الفتره اللي كان فيها كورونا، مصر نظمت بطولات عالم كثيره على مستوى الكبار والناشئين والشباب، وحاليا اولادنا هم بيادوا اداء اكثر من رائع. احنا عندنا 32 لاعب ولاعيبه واداري ومدرب موجودين في ايطاليا حاليا على مستوى تحت ال 19 وتحت 17، فاحنا عندنا خمس ولاد وخمس بنات في 19 وكمان في 17. طيب كابتن شريف اسمح لي اقول لحضرتك او اسالك في نقطه معينه، حضرتك بتتكلم ان احنا متفوقين في هذه الرياضه وده امر يعني مش جديد، بس ما كانش في حصد ليه العدد ده من البطولات والميداليات برضو بهذا الشكل دلوقتي؟ يعني في طفره على الارض حاليا موجوده، يهمنا احنا برضو كجماهير كمصريين نعرف ازاي ممكن يحصل طفره في الرياضه عامه، واحنا بنتكلم هنا على الخماسي الحديث، هل في دعم اكتر مثلا حصل؟ انا بتكلم مش دعم بس معنوي، دعم مادي، هل اصبح هناك في اجنده مثلا اكتر موضوعه بتنظيم، يعني بقى في معسكرات، بقى في صرف اكتر يعني استعدادات؟ خليني اعرف منك برضو. طيب الموضوع مش موضوع معسكرات او كثره اللعب في البطولات او المعسكرات الخارجيه او الموضوع الحقيقه يعني في جزء اداري بحت مهم جدا. لا حضرتك تعلي صوتك معلش يا كابتن شريف انا مش سامعه. بقول الموضوع مش مالي فقط لا غير، الموضوع في جزء منه اداره مهمه جدا وجزء مالي مهم جدا. الحقيقه الخماسي الحديث من 2017 بطوله العالم في 2017 حتى تاريخنا ما فيش بطوله عالم كبار ناشئين شباب الا ما موجوده على منصه التتويج على الاقل مره واحده، سواء في تتابع او في فردي رجال فردي سيدات فرق ايا كان. دلوقتي الميداليات بتزيد، الموضوع مش بس ان احنا نبقى على البوديوم، لا احنا عايزين نبقى على منصه التتويج اكثر من مره. فاحنا حتى بطوله العالم دي المتوقع ليها ان مصر تحصد على الاقل 3 أو 4 ميداليات، ده باقل تقدير. فان شاء الله على نهايه البطوله يكون لنا لقاء ثاني ويكون مصر جايبه أكثر من ميدالية متصدرة كمان التيبل بتاع الميداليات. الماليات هي أهم حاجة، فعلا كان في جهد كبير جدا من الاتحاد وكمان وزارة الشباب والرياضة في الدعم المالي للاتحاد الخماسي الحديث في الفترة الأخيرة، وده أدى إن احنا قدرنا نعمل حاجات أكثر بكثير، دعمنا مدربينا بشكل أكبر، ثقفناهم بشكل أكثر. طبعا كان
ان احنا نجيب افضل ادوات للاعبين عشان يلعبوا بيها كويس. يعني الامكانيات تم توفيرها وده يمكن كان ليه انعكاس كبير جدا برضو. يعني كل التوفيق ليكم ان شاء الله كابتن شريف، نتمنى مزيد من التالق زي ما حضرتك كنت وعدتنا قبل كده وفعلا حصل دلوقتي، نتمنى المزيد باذن الله كمان في الفتره اللي جايه. بشكرك جدا كابتن شريف العريان.